بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد ابن عبد الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. مرة أخرى أنا معكم ربان أعالي بحار أقدم ضشر مرزوق عودة البدران، وموضوع إدارة الجودة الشاملة. ونحن ضمن الجودة والتوجه، هذا اليوم سوف نبين ماهية التخطيط والأهداف، والحقيقة العلاقة وثيقة ما بين عملية التخطيط والتنظيم وصياغة الأهداف وكيفية تنفيذها. أرجو المتابعة. التخطيط، أضحى التخطيط في عصر الثورة التكنولوجية والمعلوماتية والتقنية أساساً لتنظيم العمل في كافة الميادين الحياتية، وذلك اختصاراً للوقت والجهد والتكلفة التي تنتج عن العمل العشوائي والغير المنتظم، حيث يعد التخطيط عنصراً أساسياً للنجاح وأداة حتمية لتحقيق الأهداف. من أقصر الطرق، وفيما يلي عرض مفصل لأبرز المفاهيم التي تعبر بصورة دقيقة عن سياسة التخطيط. مفهوم سياسة التخطيط هي تلك السياسة التي يتم اتباعها من قبل الأفراد والجماعات والدول والمنظمات العاملة في الميادين والقطاعات الحياتية المختلفة كوسيلة أساسية لتنظيم الأعمال والتقليل من احتماليات الخسارة والفشل وزيادة احتمالية النجاح. ويعرف هذا المفهوم على أنه عملية فرعية من العملية الإدارية الكبرى التي تسعى بصورة مباشرة إلى تحقيق الأهداف والغايات المرسومة، سواء تلك الأهداف قريبة أو متوسطة أو بعيدة المدى، من خلال استغلال الموارد المتاحة بالطريقة المثلى ورسم الآليات والسبل التي سيتم من خلالها تحقيق ذلك. مفهوم سياسة التخطيط يرى العديد من المفكرين حول العالم أن التخطيط هو ذلك النشاط الإداري الذي يقف جنبا إلى جنب مع العمليات الإدارية الأساسية الأخرى التي تتمثل في كل من التوجيه والرقابة والتنظيم، والذي يقوم بصورة مباشرة على أساس السير بخطوات واثقة نحو المستقبل من خلال وجود جملة من الأهداف المحددة وعن طريق تسخير شتى السبل لتحقيقها، علما أن هذا النوع من العمليات الإدارية أصبح بمثابة ضرورة ملحة جدا لمواجهة التحديات والتعقيد والتغير السريع وشدة التنافس بين المنظمات على مستوى العالم. أهمية سياسة التخطيط: إيجاد تكامل في سلوك العاملين على شكل جهود شاملة، ترسيخ اتجاهات طويلة ومتوسطة وبعيدة المدى في المنظمة، توجيه المنظمة نحو تحديد الفرص ووضع أولويات واستغلال لها، تقليل آثار
الظروف والتغيرات المعيقة، تعزيز الوعي والممارسة التطبيقية التي تحدد وتحقق أهداف المنظمة ورسالتها. وضع أساساً لتحديد مسؤوليات الأفراد العاملين في المؤسسة. توقع الفرص والمشاكل. التركيز على القضايا الكبرى التي تؤثر على المنظمة. إعانة المنظمة على إدارة المخاطر والتقليل منها. إمكانية التخصيص الفعال للوقت والموارد لتحقيق الفرص المتاحة. توفير موارد ووقت أقل لتصويب القرارات الخاطئة. القيام بتحليل وتشخيص دقيقين للبيئة الحالية والمستقبلية، وذلك بتحديد الفرص والتهديدات. تكوين اتجاهات إيجابية نحو التغيير. توفير إحساساً بالنظام والحسم باتجاه المشكلات الإدارية. زيادة تقدم ورفاه المنظمة. وضع الخطط وتنفيذها وتقييمها في المنظمة. توفير إطار للتواصل بين العاملين في المنظمة، سواء مع بعضهم البعض أو مع الإدارة العليا. كيفية كتابة الأهداف أو ما تسمى بالأهداف الذكية Smart Goal. الهدف المحدد بوضوح وبدقة Specific. من المهم الإجابة على أسئلة من، ماذا، متى، أين، ولماذا للتحقق من أن الأهداف متجهة نحو طريق محدد وواضح المعالم. قابلية الهدف للضبط والقياس measurement. يحدد من خلاله الطريقة المناسبة لقياس الأهداف وتحقيقها والمراحل الزمنية لتطبيق هذا القياس وضبط ما تم إنجازه وما سينجز. قابلية الهدف للتطبيق نظرياً وعملياً achievable. قد تتطلب هذه الخطوة مهارة جديدة في سبيل تحقيق الهدف، فهي تتطلب استقراء جيدا للواقع ومتطلبات المستقبل. تناسق الأهداف مع أنشطة المنظمة ريالتي. لابد أن تكون الأهداف ذات صلة بالأعمال التي تستهدفها المؤسسة وتعمل على إنجازها، كما أنها لابد أن تكون منسجمة مع طريقة العمل المخصصة في تنظيم الموظفين وعددهم وطريقة أدائهم. ضبط الجدول الزمني وموعد تحقيق الأهداف. من الضروري أن تكون أهداف المؤسسة مرسومة ضمن إطار زمني معين على المستويين المرحلي والمستقبلي. كمثال لأهداف الجودة، معهد الموانئ، شركة موانئ العراق. استخدام التقنيات الحديثة
في عمليات التدريب وبما يواكب التطور الحاصل في النشاطات المتنوعة من خلال تأهيل المدربين ورفع كفاءتهم بنسبة 5% عن العام السابق. التوسع في نشاطات المعهد من خلال شمول الجهات الخارجية أي القطاع العام والخاص، وما لذلك من مردود إيجابي ينعكس على السمعة العلمية الرصينة للمعهد بنسبة 3% عن العام السابق. رفع عدد الدورات من خلال تنويع الدورات وزيادة أعداد المتدربين بنسبة 4% للعام السابق. نشكر حسن إصغائكم، على أمل اللقاء بكم وموضوع جديد لنشر ثقافة الجودة. أرجو أن تتقبلوا مني خالص الأمنيات. أنا الربان بشر البدران، شكرا جزيلا.